A W200 by 31.3 rolled steel beam is subjected to a couple moment of moment equals 45 kN dot meter بدل moment. مديني مواصفات السكشن ممكن نجيبها من التابلز. Knowing that E equals 200 جيجا باسكال والنيو بوسون ذا ريشيو 0.29 determine the radius of curvature rho والradius of curvature rho dash of a transverse cross section أو transverse radius of curvature. الرو بتساوي E I على الـ M. الـ E 200 جيجا باسكال يعني 200 في 10 أس 9. الـ I أجيبها من الجدول أشوف في التيبل الـ W231.3 طبعا ده الوزن أو نقول الكتلة بير متر. فكل متر يوزن 31.3 كيلو جرام وبالتالي بيدل على التكلفة. كل ما زاد التكلفة زاد. الـ 200 بيكون في الغالب الارتفاع حوالين الـ 200. الـ E قلنا 200 في 10 أس 9. لو شفنا الـ I للـ W شيب ده هيطلع 31.3 في 10 أس سالب 6 متر أس 4. والمومنت 45 كي يبقى 45 في 10 أس 3. لما نحسب الرو 139 متر اللي هو طبعا لما بنضغط على البيم بيتقوش شوية فبيعمل radius of curvature قيمته ظهرت 139. الترانسفيرس radius of curvature اللي هو الجانبي فوق مثلا يزيد شوية اللي هو المقطع ده يزيد شوية فوق وتحت يقل. الشكل اهو ده بيميل كده فده radius of curvature وده transverse radius of curvature بيكون طبعا أكبر بكتير من الرو 3-4 أضعاف. طبعا كل ما radius of curvature يقل صار مشكلة. لما يبقى كبير يبقى معنى كده ما تقوسش كتير يبقى جزء من دايرة كبيرة. لما يتقوس مثلا لو بقى 100 يبقى أوحش معناته إن الديفليكشن زاد. طب الرو داش علاقته بالرو ايه؟ اقسم على بوسونز ريشيو اللي هي 0.29 فيطلع تقريبا 3 اضعاف. هحسب مباشره من 139 يعني حتى لو طلب ده مباشره الترانسفيرس ريزرف كيرفيتشر اول احسب الرو وبعدين اقسمه على النيو اللي هي بوسونز ريشيو طلع 480 تقريبا 3 اضعاف الريديوس اوف كيرفيتشر.